مشاهدي قناة شوف تيفي صباحكم مبارك سعيدة، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس في جولة صباحية اللي غادي نطرق لها الموضوع الساعة، الموضوع اللي حقيقة يحز في القلب، ولكن للضرورة أحكام والله يرفع لنا هذا الوباء يا رب العالمين في القريب بل عاجل، ونرجع للأيام العادية. فكي لك يقول أن الجائحة ما بقاتش وأن الحياة رجعت كيف ما كانت، لكن لا، فباقى الحيطة والحذر وباقي الوقاية وباقي الإجراءات كان عملوا بها من أجل حد انتشار فيروس كورونا. فحقيقة نحن يبغينا نتكلموا على ليلة الجمعة، صلاة ليلة الجمعة، وحنا في يوم أو في ليلة غدا في هذه الليلة غدا إن شاء الله غادي تكون يوم الجمعة، فما أحوجنا لصلاة في المساجد والسماع ونسمعوا صوت المساجد يوم الجمعة. حقيقة هاد جائحة كورونا غيرت الحياة ديالنا بصفة عامة، شحال من حاجة ما كناش كنتوقعوها وشحال من حاجة ما عمرنا كنا كنحلموا غنديروها، لكن للضرورة أحكام قولنا واش توحشتوا الصلاة في المساجد، واش توحشتوا الأجواء ديال صلاة الجمعة وديك الأجواء الروحانية يعني قبل الظهر. ف نتمنى من الله العلي القدير يرفع لنا هذا الوباء في القريب العاجل باش نرجعوا للمساجد وباش يتفتحوا المساجد يوم الجمعة، اللي شفنا حقيقة عدد كبير ديال رواد المواقع التواصل الاجتماعي اللي كيتأسفوا للوضع اللي وصلنا ليه بسبب جائحة كورونا، وأن المساجد بقى مغلقة إلى حدود الساعة، خصوصا يعني يوم كنتكلموا مغلقة إلى حدود الساعة على يوم الجمعة اللي هو يوم مقدس عندنا احنا كمسلمين، يوم من خيرات الأيام في الأسبوع، لكن للأسف جائحة كورونا حرمتنا وحرمت والدينا من الصلاة في المساجد. فما لنا مشاهدي قناة شوف تيفي إلا نهزو يدينا ونرفعو كفوفنا الله عز وجل ونطلب منه يرفع لنا هذا الوباء، لأنه كفى عينا، ضرب الاقتصاد وضرب دربنا نفسانيا ودر حتى يعني برواد او لا بخوتنا وعائلتنا وولينا، يعني اثر فينا بزاف وخلى فينا واحد طبعا جائحة كورونا. فنتمنى من الله انه يرفعها علينا ويرجع يفتحوا ابواب المساجد يوم الجمعة في وجوه المصلين وترجع الفرحة كيف ما كانت. تقول لنا طبعا اللي كيقول لك ان عمت هانت وما يصيبنا الا ما كتبه الله لنا، لكن نتمنى ان ربي يرفع لنا هذا الوباء في القريب العاجل ونرجعوا للايام ديالنا الطبيعيه والعاديه، نرجعوا للمساجد ونسمعوا الاذان كي ترفع يوم الجمعه ونشوفوا الناس ماشيين بوليداتهم الصغار والمصلين كاين اقبال على المساجد. فكما انا قلت يوم الجمعه هو يوم مقدس للمسلمين جميعا، يوم عظيم عندنا هو يوم عظيم عندنا وعند الله. فكنتمنوا ربي يفرجها علينا ويفتح علينا الابواب ديال المساجد ويرفع علينا هذا الوباء. فحقيقة نتمنوا في القريب العاجل، ما كناش لو انه كان داك تاخذوا التدابير الاحترازيه اللي كيكونوا في مختلف مساجد ديال دول العالم، لكن حنا عارفين انهم ما غاديش حتى ولو انه طبقوا باش غادي نخدموا بهم في يوم الجمعه تيكون واحد الاقبال كبير على المساجد وكيكون واحد الاحتضان نتمنى من الله يخفف علينا ويرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياة ديالنا لمجاريها. في انتظار اننا نشوفوا التعليق ديالكم، واش حتى نتوما توحشوا الصلاة في المساجد؟ فحتى الجميل في يوم الجمعة حتى اللي ما كيصليش، حتى المصلين اللي
حتى اللي ما كيصليوش فاش كيشوفوا المصلين يوم الجمعه داك الاجواء الروحانيه والربانيه اللي كيشوفوا فيها الناس جايبين وليداتهم ودا غادي المساجد وكيصليو وداك الحديد كيتسمع من راس الدرب ولا كيتسمع من راس الشارع ولا فتما كيجيك داك التانيب الضمير تما كتقول ربما انا انسان خاطئ او ربما انا انسان ربي كيوريني الطريق الصحيحه وانت ربما هاد الدوزه اللي دزت بهاد الجامعه ولقيتو عامر بهاد الناس اللي رافعين كفوفهم الله فربي كيبحال لي يقولوا كيرشدني انني نرجع الطريق المستقيم لكن للاسف نتمنوا من الله العلي القدير يرفع علينا هذا الوباء وخصنا تنجموا منكم مشاهدي قناه شوف تي المزيد من الدعاء والحيطه والحذر ماشي الدعاء بوحدو فك الله عز وجل كيقول لك سبب عبدي وانا نعينك يعني هنا خصنا نديرو حنايا السبب خصنا حنايا نديرو الوقايه ونديرو نتبعو تدابير احترازيه اللي علنت عليها الدوله المغربيه يعني التباعد نحاولوا اننا ما نساوش لان كاين عدد كبير منا وحتى حنا يعني ما غاديش نقولوا اللي حنايا كنساو ان رانا باقي في جائحه كورونا وكنقولوا صافي ولا كنتعايشوا معاها يعني خاصنا نديروا الكمامات خاصنا التباعد خاصنا التعقيم فانا يا حقيقه وليت كنلاحظ واحد الظاهره هو ما بقاش داك الخوف كما كان في الاول ما بقاش داك التعقيم خصك تشري المعقم وتخوى ويكون تاخذ اخر احتياطي فالله يخليكم المزيد من الحيطه والحذر باش ربي يرفع علينا هذا الوباء ونقدروا اننا نرجعوا للمساجد ونرجعوا نصليو يوم الجمعه اللي تحرمنا منها بسبب هذه الجائحه ونتمنوا من الله العلي القدير فبقى دعاؤنا لله انه يشوف من حال المسلمين ويرفع لنا هذا الوباء ويرجعوا المصلين الى المساجد. لان هنا غادي نحاول انني نرجع نقرا بعض التعليق ديالكم بعد قليل مشاهدي قناه شوف تي في اللي طبعا كان موضوع هذه الجوله هي اننا بسبب جائحه كورونا تمنعنا من اداء صلاه الجمعه في المساجد والسبب هو الحد او خوفا من انتشار فيروس كورونا اكثر فاكثر لان المساجد كتعرف اقبال كبير من طرف المسلمين يوم الجمعه ولا قدر الله ويعني وتفتحوا المساجد في هذه الظروف هذه غادي يكون عدد ديال المصابين اكثر ويكون عدد ديال الضحايا اكثر الله عز وجل كيقول ولا تلقوا بايديكم في التهلكه فنتمنوا اننا نلتزموا اكثر باش ربي يرفع لنا هذا الوباء ونرجعوا للمساجد ونرجعوا للايام العاديه ديالنا هنا غادي نحاول انني نقرا بعض التعليق هي اللي هي معظمها الله يرفع علينا هذا الوباء امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين الله يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل شر يا رب العالمين وبلاد سائر المسلمين مشاهدي قناة شوف تي في نقول لكم صباحكم مبارك سعيد أنعمه الله علينا وعليكم بالصحة والعافية وطول العمر والله يرفع علينا هذا الوباء ويرجع المياه لمجاريها وإن شاء الله نحتفيو جميعا بأول يوم اللي غادي نشوفوا فيه افتتاح المساجد في وجوه أو في وجوه المصلين إلى هنا نقول لكم دمتم بألف خير وإلى اللقاء.